خالد، ما هذا الحرف؟ ألف. حسنا، هل نكتب الحرف هنا يا خالد؟ ما أعرف. لماذا يا خالد؟ ما أعرف. حسنا، هل نكتب الحرف الألف باللون الأحمر أم الأزرق؟ ما هذا اللون؟ تريد اللون الأحمر؟ هيا فلنكتب حرف الألف باللون الأحمر. أحسنت يا خالد، أحسنت، شكرا لك يا خالد. لو سمحت نركب الأرقام ونعدهم. لا ما بي. 1 2 3. بطل تميم. 1 شطور.